أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا للاستماع إلى أروع المقالات، ملخصات الكتب والتوكيدات، ولا تنسى اللايك. يأتيكم برعاية تطبيق مجلة العربي الثري، حمله الآن مجانا عبر الرابط في مربع الوصف. النساء مستثمرات أفضل من الرجال. وجدت دراسة أجرتها مؤسسة فيدليتي أن المستثمرات النساء حققن أرباحاً فاقت أرباح المستثمرين الرجال ب0.4%. قد تبدو هذه النسبة ضئيلة للوهلة الأولى، لكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير مع الوقت حسب قول الدراسة. ومع ذلك فإن 9% فقط من النساء توقعن أن يتفوقن على الرجال. تقول ألكساندرا تاوسينغ نائبة رئيسة مستشارات نساء في شركة فيدليتي: كان الأمر صادماً، تحتاج النساء إلى الاعتماد على حقيقة أنهن مستثمرات أفضل، كما تدعوهم إلى التخلص من الشك. هناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء أكثر تفوقاً على الرجال. عموماً يتميزن بأسلوب يعتمد على الإنصات وفسح المجال للآخرين في إدارة الأعمال، وهن عادة أكثر حرصاً من الرجال، مما يجعل أموالهن أكثر مردودية بمرور الوقت، كما أنهن أكثر حذراً. تشير الإحصائيات إلى أن الرجال يتاجرون بأسهمهم بنسبة 45% أكثر من النساء. هذه الاختلافات موثقة بشكل جيد، لدرجة أن هناك كتاباً بعنوان وارن بافيت يستثمر كفتاة، ولماذا يجب عليك أن تستثمر كفتاة أيضاً؟ تقول تاوسينغ أن المرأة ترى من تجربتها أن المال أداة يمكن استخدامها لتحقيق أهدافها، بينما يميل الرجال إلى النظر إلى الاستثمار على أنه لعبة يجب كسبها. لدى الرجال نظرة الأرقام القياسية، أما المرأة فهي تقيم النجاح بقولها: هل أنا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافي؟ المرأة المستثمرة ليست على قدم المساواة مع المستثمر الرجل. على الرغم من أن النساء هن مستثمرات ناجحات خبر عظيم، إلا أنه لا يزال أمامهن طريق طويل للوصول إلى المساواة مع الرجال من الناحية المالية حسب رأي تاوسينغ. وتشمل الخطوات المهمة لتحقيق المساواة تحطيم وصمة العار المتصلة بالنساء اللواتي يتحدثن عن المال وبناء الثقة عندما يتعلق الأمر بالقرارات المالية، وتوفير الموارد التي تعالج مخاوف المرأة الخاصة بشأن المال. تؤكد تاوسينغ أن المال كان موضوعاً محظوراً بالنسبة للنساء، فهن يشعرن براحة أكثر عند التحدث عن الصحة من التحدث عن المال. لكن عندما نفتح مواضيع تخص المال ونبدأ بالحديث بطريقة إنسانية، تسقط الأغلال وتبدأ الأسئلة فقط. تمتلك فيدليتي موقعاً موجهاً بشكل خاص للمستثمرات، كما أنه يوجد منافذ مالية أخرى في الزيات. من الواضح أن الكثير من النساء يتعاملن مع الخدمات المالية، وهو القطاع الذي يهيمن عليه الرجال عادة، ولكن مثلما تحتاج النساء إلى تغيير وجهة نظرهن بشأن المال، فإن صناعة المالية تحتاج إلى تغيير كيفية تعاملها مع المستثمرات أيضا. تقول تاوسينغ: لم تقم الخدمات المالية بعمل جيد لاحتضان النساء والترحيب بهن. تم إنشاء صناعة الخدمات المالية من قبل الرجال للرجال. كما تنصح تاوسينغ النساء بضرورة التفكير في أنفسهن كمستثمرات. بالنسبة لها كل ما تطلبه الأمر هو بضعة آلاف من الدولارات أو أي خطة تقاعد أخرى لتشعر بأنك مستثمر، ويجب أن تحتضن هذا الدور. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعو للتخلص من الخرافة القائلة بأنك تحتاج إلى القيام بكل شيء بشكل صحيح من أجل الحصول على عائد جيد على استثماراتك. تشير تاوسينغ في دراستها أن المرأة تحاول أن تكون مثالية، على الرغم من أنها ليست في حاجة لذلك. بالنسبة لها عليك فقط القيام بأشياء صحيحة أكثر من الأشياء الخاطئة على مدار حياتك. لا تخجل تاوسينغ من مشاركة أخطائها المالية لتجنب الآخرين تكرارها، فهي تعترف بأنها أنفقت الكثير من المال على حفلة زفافها، واقترضت مبلغاً كبيراً من البنك، وكان لها قدر كبير من ديون بطاقات الائتمان.
تدعو مؤسسة فيدليتي إلى تغيير واقع النساء مع المال. كشفت الأبحاث التي قامت بها المؤسسة أن 25% فقط من النساء يعتبرن أنفسهن من صانعي القرار إلى جانب شركائهن عندما يتعلق الأمر بحياتهن الأسرية. تشعر النساء بالخوف من المال لانعدام شعورهن بالسلطة. هذا الخوف يمنعهن من أن يصبحن أكثر مشاركة في الحياة المالية. تقول تاوسينغ: لدى النساء نصف الثقة وضعف الضغوط عندما يتعلق الأمر بالمال. وتؤكد أنه يمكن تغيير هذا الواقع بتعليم النساء اتخاذ خطوات مالية صغيرة. فبالنسبة لها هذا هو المكان الذي تبدأ فيه ببناء ذاكرة عضلية وثيقة من أجل التغلب على هذا الافتقار لثقة في النفس والتوتر الديناميكي الذي نعاني منه الآن. استمع إلى هذا المقال الصوتي عبر تطبيق أوديولابي، كما يمكنك قراءته بتفاصيل أكثر عبر audiolabi.blog.